البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نبداو على صلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين الكبيدات النويرات الغزالات ديولي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين الاميمات حتى هما؟ كنسلم عليكم من الفيديو ديالي، كنشكركم كاملين اللي كيدخل عندي كنشكرو، واللي كيخلي لي شي كومونتير كنشكركم بزاف. البنات كتحفزوني المهم كنشوف شي كومونتير زوين وهذا، وكتدعوا معايا. الله يسهل عليكم كاملين البنات، اللي بغات شي حاجه ان شاء الله تحقق ليها ان شاء الله. المهم بديت معكم نهار جديد، فيديو جديد ونهار جديد البنات، انا عيني كنشوف غير برا. المهم هاد شاركت معكم هاد النونوسات ديال بناتي، غسلتهم ليهم البنات في هذا في الماكينه، ودرتهم تما غير في الشرجم، ووريتكم هكا الزنيقه ديال فين ساكنه، في الحي فين ساكنه انايا. المهم انا البنات راه قدامي السوق، قدامي الجامع، وريتكم داك مول الزرابي حدايا، كيبيع الزرابي، كيبيع المانط، كيبيع كلشي حدايا مول الماعن حدايا. عاوتاني شي نهار غندير لكم شي جوله هكا، نخرج وندير لكم هكا شي جوله ان شاء الله البنات. غير ما كنخرج البنات مع الطربيه داكشي ما كنخرج، وصافي. كنت وجدت البنات كيكه الكاسكروت كنت شاركتها حتى هي معكم، شاركتها كدرت غير كيكه البنات، وبرد ديال اتاي وخبيز والزيت بلديه وفريميجات والزيتون، هذاك الشيء ما شاركتوش معكم، ديما كنشاركوا معكم صافي. والزيتون الحار والزيتون الكحل، ايوا هذا ما كان البنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويعجبكم الفيديو ديالي. جيتكم البنات هنا غنصايب واحد اش كيقولوا لهم، رغيفات هكا بسمنات عامرين اولا فطائر، المهم كل واحد وشنو كيقول له. غادي ندير واحد البسمنات عامرين البنات في الفران، طريقه البنات سهله وهذا يعني اقتصاديين، ماشي شي حاجه يعني صعيبه ولا هذا. المهم هنا البنات الدقيق، راني درت جوج بابن ديال الدقيق ديال الفورس، وواحد الكاس ديال العنبه ديال القمح سبيسيال، داك القمح ديال الحانوت داك سبيسيال. صافي درت غير كاس ديال العنبه، وضفت البنات شويه ديال الزيت، ودرت قبيصه ديال الملحه، ودرت خماره حمراء البنات، ودرت البنات شويه ديال الصوص. الا عندكم لا موطارد غديري لا موطارد، ما عندكش غديري الصوص، ما عندكش لا موطارد ولا صوص ما ديري والو وشويه البنات ديال الخل حتى هو. المهم كيجيو هشاشه البنات، وكيجيو رطبين، ما كيجيوش قاصحين، واخا يجلسوا عندك حتى 3 ايام اولا 4 ايام اولا سيمانه راه ما كيقصاحوش. هكا تصايبيهم وديرهم في الفريغو. ومهم بالنسبه لرمضان، يعني كنهضر انا على الناس البنات اللي كيخدموا وكيبغيو يصايبوا الحاجه هكا، كيصايبوها كيبغيو يحتفظوا بها هكا في الثلاجه، يعني راه تجلس عندك حتى سيمانه البنات راه ما كيخسروش، وكيبقاو كما كتسخنيهم هكا في باليني اولا تسخنيهم في الفران كيبقاو زوينين ونطريين بحال يلاه صاوبتيهم. المهم صافي البنات، دفيت الماء وعجنت العجينه ديالي بحال كنعجن البسمنه البنات، غير انا كنطلق العجينه، انا راه العجينه ديالي ضروري كنطلقها، ما كنقصحش العجينه. المهم طلقت العجينه البنات، وغنديرهم البنات في الميكا يرتاحوا شويه، وغادي نوجد معكم الحشوه حتى هي. الحشوه البنات درت واحد شويه الزيت البنات، وغادي نضيفها في الميكا ونخليها ترتاح. كنتي هكا ما بغيتيش تدلكيها ولا شي حاجه، غادي تدخلي فيها الماء وتدخلي فيها داكشي وحطيها في الميكا، راه هي كتخدم في الميكا وبحال لا دلكتيها. المهم انا دلكتها، انا ما كندلكش البنات، كنبقى نعطي هكا الماء ونعطي صافي حتى كندلك الحاجه. هنا بالنسبه لبنات الحشوه، راه ماشي ضروري ان يكون عندك لادان وهذا، راه ما عندكش لادان البنات راه كديري غير خضيره، ديري فلفله حمراء او الفلفله خضراء او الفلفله صفراء، المهم داكشي اللي عندك قريبي، حكي واحد خيزوه، حكي واحد قريعه، بصيله هكا مشلضه، راه كتعمري الخبيزه ديالك. عندك الفرماج راه كضيفي معاهم الفرماج، ما عندكش راه كضيفي الفرماج الاخر ديال الخبز اللي كناكلوه، كتقطعيها كطريفات وكديريهم في الحشوه. ماشي ضروري لعندك لادانت اولا ما عندكش، راه كاين واحد النهار كيكونش عندي انا لا لادانت لا والو، وتهيتهم راني كنديرهم غير بالخضره، كيجيو واعرين البنات وكيجيو غزالين. غير في العجينه البنات، غير ملي تكوني كتورقي ورقيهم يكونوا رقاقين، باش ما تجيكش الرغيفه تجيك غليظه.
ايوا صافي البنات، هنايا ضفت البنات في الحشوه، راني ضفت غير شويه سكينجبير، وضفت البنات قبيصه ديال الملح، وضفت البنات واحد الراس ديال العاشق ديال البزار، وهنا ضفت البنات الصوص، عندي صوص حار وعندي صوص هذاك عادي. ما عندكش المهم اللي ما عندكش هاد الصوص بلا ما ديريهم، ماشي ضروري انهم يداروا في الحشوه، انا غير كيعجبوني عندي في الدار ودرسهم. بالنسبه لما كانوش عندي راه ما كنديرهمش، كنشحر اللحم عادي وكنضيف عليه خضيره هكا اللي كنت غنديرو بوحدو، راه كنديرها بوحدها. انا البنات غادي ندير نص هاد الحشوه هادي، غادي نديرها بالفلفله وفلفله حمراء وفلفله خضراء، هذه فلفله حمراء وفلفله صفراء عندي صافي، وغادي نشحرهم وغادي نضيف البنات حتى الاخير تاك الاخير، عاد كنضيف الشعريه الصينيه وكنضيف الفرماج. الفرماج كيخليهم معلكين، هنا الشعريه الصينيه راه غتخلى الماء البنات وطلقتهم فيهم واحد شويه، غادي نسد عليها صافي، وغادي نشدها غنصفيها ونقردها هكا فوق هذه ديك ديال الربيع ها هي شتوها، وغادي نضيف الفرماج. ما عندكش الفرماج بلا ما ديريه، يعني اللي عندك في الدار، انا ما كنشي ضروري كنقول لك داكشي اللي درت انا غديريه نتيا. المهم خضيره عندك، فرماج عادي عندك، ما عندكش بلاش ماشي مشكله، كيجيو غير بالخضره زوينين، كيجيو واعرين رائعين. صافي هذه الحشوه ديالي. المهم ما كفاتنيش البنات الحشوه، كان باقي عندي العيدان، وليت شحرت البنات العيدان مع بصيله، وضفت الشعريه الصينيه عاوتاني، راني هادو عمرتهم بالخضر، عمرتهم غير بالفلفله. هاد الحشوه فيها الفلفله ولادان، والحشوه الاخرى الثانيه اللي غادي ما غتكفانيش، غادي ندير غير لادان دول البصله شحرتهم، وعاد غنضيف عليهم الشعريه الصينيه فقط، غادي نعمرهم، ما درت فيهم البنات لا فرماج لا والو، جاوا زوينين. صافي هنا كنقسم البنات الكويرات هكا صغارين، كنطرقهم هكا فوق الجليجه اولا عندك قصعه اولا شوفي، المهم كل واحد وفين كيطرق. صافي كنطرقهم مزيان حتى كيبانوا، حيت عندي انا جليج في الباج راه ما كيبانش ليكم بان راه كتبان الحشوه من التحت، كتبان حتى انا الحشوه كتبان لكم الورقه، يعني يبان لك الجليج فيها، حيت انا عندي جليج في الباج ما كيبانش مزيان. صافي غادي نورقها مزيان ونديرها بحال شكل طويه كندير في البسم من هكا داك المربع صافي، ونكملهم كاملين. عاد غادي نبدا البنات نعمر وحدين، غادي نديرهم بحال شكل هذا، راجلي كيبغيهم ليا بحال شكل سيجارات عامرين، وهادو غنديرهم هكا مربعين. المهم نتوما غتشوفوا البنات الطريقه، هادو غادي نديرهم معمرين، هادو اللي كندير بحال شكل بسمنه طويله البسمنه، غادي نديرهم عامرين وغادي ندير وسطهم زيتونه، راكم عارفينهم رغيفات كيكونوا حتى كترقيع شويه، عاد كديري العجين عاد كديري الحشوه. ما ديوش عليا البنات راني تالفه اليوم. وهادو اللي هادي اللي غنصور معكم، البنات كنتحب كنصور وانا كنخدم وما كانش التليفون كيصور ليا. المهم هاد اللقطه هادي وليت عاودت لكم وحده، كانت بقات لي غير وحده. المهم هادو هما السيجارات اللي درت البنات. صافي هنايا غادي نبدا نعمر في هاد البسيمنات هادو، ونطوي الجنب هذا مع هاد الجنب والجنب الاخر عاوتاني، ياك شفتوا الطريقه، كتسدي هاد الجنب هذا بهذا وكتطرقي بالاخر صافي، كتحطي زويتينه اولا زيتونه خضراء، المهم داكشي اللي عندك، داك اللي عندك في الدار كتحطيه. صافي هذا ما كان، هذه هي العشيوه ديالي خفيفه. كنطارفني عليهم راجلي شحال هادي وانا مع الطربيه وداكشي، كنقول له واخا واخا واخا، شي سيمانه هو كيغوت لي كيقول لي نجيب لك الورقه ديري لي بسطيله ديري هادي، ايوا قلت غنبقى غير قاسه قاسه، غنبقى نفكر العشاء، اللهم نمد نصاوب لي هادو دغيا ويجي يلقاهم موجودين باش يتعشى بهم. صافي حنا درنا الكوتي البنات بالكيكه صافي، وهذا عاد نط البنات كنصاوب في هاد الرغيفات هادو. صافي هادو كملتهم، راه مشتهم البنات، هادو درتهم بحال شكل سيجارات عامرين طوالين. غادي البيض، انا البنات راه كندير بيضه كامله، وكندير واحد شويه ديال الصوجا صافي، وغندهنهم وغنضيفهم غادي نديرهم في الفران يتحمروا، عاد غنكمل الحشوه الاخرى اللي غنقاد ليها الحشوه ديالها. راه هي هذه البنات شتوها، راني صاوبتها ما كفاتنيش الحشوه، وحتى راجلي ما كيبغيش الحشوه هكا فيها الفلفله وهذا، ما كانش عجبوش بزاف هو الفلفله
صافي قلت اللهم نيت نديرها نكمل ندير حشوه هذا فيها ما فيهاش الخضره كاع، ندخل فيها غير العدان صافي وكاع الزلي العدان صافي. الطاوله الاولى البنات هاي خرجتها، والطاوله الثانيه غنكملهم وغندهنهم حتى هما وغادي ندخلهم الفران يتحمروا. واللي وصل هنا البنات كنقول لكم ديروا لايك وبارطاجوا مع الحباب والصحاب وباش يوصل كل جديد وهذا. وكنقول لكم الله يجزيكم بالخير، ما ديروا لايكات البنات الله يسهل عليكم، تعاونوا معنا شويه الله يسهل عليكم. ايوا صافي نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ويعجبكم النهار ديالي. المهم صافي هنا كملت البنات، راني كنمسح البلاصه ديال الزيت وداكشي كندوز التيد ضروري. صافي غادي نطرف ديك البلاصه البنات وصافي، وغادي نطيب لي الطاوه الثانيه حتى هي وغادي نصورها معكم وغنمشي ان شاء الله نتعشاو. ايوا هذا مكان البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ونتمنى تجربوها وتقيدوها رمضان ان شاء الله. رمضان هو على الابواب دابا، جايين البنات الفطائر معمرين تبارك الله رمضان بالرزق ديالو تهوايا، وكل نهار كنديروا افكار كل نهار اشنو كنديروا. ايوا ضروري نزوقوا الطبيله ديالنا، ولكن ما نبدروش بزاف البنات، نديروا داكشي على قدنا. الوقت البنات غادي وكتصعب، راه ماشي كلشي غلى البنات، كلشي تزاد فيها البنات. بنادم شويه الاقتصاد ويحاول على راسو، وكل واحد كيمشي على قد جيبو. هذا ما كان صافي، هنا قسمت معكم هاوما كيجيو خفيفين البنات وكيجيو هشاشين ما كيجيوش قاصحين. نتمنى تجربوهم وديروهم ان شاء الله وتردوا عليا. انا البنات كنطلقت الكاميرا ومشيت درت البنت الرضاعه، وانا كنصحاب الكاميرا حبستها وانا ما حبستهاش. ايوا قلت والله تنخليها ماشي مشكل ما نحذفهاش. المهم مشيت هنا كندير البنت الرضاعه ونسيت الكاميرا كتصور. ايوا صافي هنا كنقول لكم سال الفيديو ديالي، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ان شاء الله وبصحتكم حتى نتوما. سمحوا لي لجهيتكم وقيدوا هالرمضان البنات، راه رمضان على الابواب، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا هذا ما كان صافي البنات، قلت لكم قيدوا هالرمضان ان شاء الله وديروها، وان شاء الله تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في الكومونتير. راه ساهله البنات، وقلت لكم راه ماشي ضروري ما عندكمش العدن او الكفته او شي حاجه، راه ديري غير خضيره، ديري خزوه، ديري قريعه، ديري فلفله حمراء، عندك فلفله خضراء، المهم داكشي اللي عندك في الثلاجه عمري به الخبيزه ديالك وفرحي وليداتك. وهذا ما كان البنات، وفرحي الزوج ديالك حتى هو اللي عزيز عليه هذا الشيء. انا راجلي راه كيموت على هاد المملحات البنات، راه اكثريا كنديرهم له هكا، مرات كنخربق ليه هكا العشاء ضروري كنديرهم ليه تبارك الله عزازين عليه. ايوا هذا ما كان البنات، وكنقول لكم بصحتكم وراحتكم وسمحوا لي على جهيتكم. المهم البنات الحشوه راني درت فيها، نسيت ما قلت لكمش البنات راني في الاخر درت الصوجه، كنت نسيتها ودرت الصوجه صافي. المهم راه ما بقيتش عقلت شنو قلت لكم في الطريقه ديال هذا. ايوا كنقول لكم بسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله، ونجيكم بفيديو زوين ان شاء الله اللي كان البنات نصوره معكم باش ما نبقاش نغبر عليكم. ماشي ضروري اي حاجه نديروها، نشارك معكم الحلوه والمره ان شاء الله، والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والهنا. يلا باي باي عليكم، بسلام عليكم، فيديو جديد.